الخير على عملاء صيدليات سلامة التأمين. بعد الاستفسارات الكتير اللي جات لنا والرسائل ان الحمد لله قدرنا ان احنا نفرق بين سيسا الاوريجينال والفيك، وقدرنا ان احنا نفرق بين الاورديناري الاوريجينال والفيك. تمام، معايا 2 سيرم كوري مايلاش، معايا 1 اوريجينال ومعايا 1 فيك. اول حاجة عندي النهاردة هتكلم فيها هي ابرز الفروق بين الاوريجينال والفيك. اول حاجة عندي في الاوريجينال ان الاتنين عندي الاوريجينال لون الغطاء بتاعها مختلف عن لون الفيك، البينك بتاعه درجة بتاعته أغمق من درجة الفيك. كمان عندي مايلاش نفسها، كلمة مايلاش سيرم في الأوريجينال أغمق من مايلاش سيرم اللي موجودة في الفيك. موجود عندي هنا اتيتيود هاوس مكتوبة في الأوريجينال، مكتوبة بالعرض تمام، طف في الفيك مكتوبة بالطول بشكل طولي تحت بعض، اتيتيود فوق وهاوس تحت. عندي كمان ورا السيريال نمبر بتاع الاوريجينال مختلف تماما عن السيريال نمبر بتاع الفيك. في حاجة كمان ان عندي في الاوريجينال الميدن كوريا هنا في تحتها نمبر مكتوب 0936، طيب في الفيك مكتوب رقم مختلف. كمان عندي شكل المنتج من الداخل من جوه نفسه في الاوريجينال مختلف، لونه اغمق من اللون بتاع الفيك. طيب الاوريجينال نفسه بيتفتح، بيكون مش متبرشن بالشكل ده زي ما هو واضح عندي هنا وملهوش ريحة، الفيك لا متبرشمة مقفولة مش سهل ان انا افتحها. تمام، دي تعتبر ابرز الفروقات بين الاوريجينال مايلاش والفيك. طبعا لازم نخلي بالنا كويس قوي ان انا ما اجيبش حاجة لبشرتي او شعري، او طبعا عيني دي منطقة حساسة جدا في الجسم، ان انا اجيب حاجة فيك ما انا مش متأكد هي مصنوعة من ايه. احنا في انتظار اسئلكم كلها، ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت الفيديو. شكرا.